السيول والامطار، وكل ما بيجي نقرب من فصل الشتاء بيبقى فارق معانا قوي ان احنا نعرف ازاي الدوله ممكن تكون استعدت لموضوع السيول والامطار، خصوصا المناطق اللي على مدار سنوات كان عندها مشكله كبيره في الموضوع ده. دي طبعا ازمه وظهرت في السنوات اللي فاتت دي بشكل كبير جدا. من بين الهيئات اللي عملها بيدخل في موضوع مواجهه السيول الشركه القابضه للمياه والصرف الصحي، ده ليها دور اساسي في موضوع ان احنا نواجه السيول. يعني في الحقيقه جهات تانية كتيره، لكن الجهه دي كمان مهمه جدا، يعني هم بيشتغلوا كمان مع الزراعه والري مع هيئه الارصاد الجويه عشان يعرفوا ايه حاله الطقس وايه اللي ممكن يحصل. كاميرا مساء دريم وزميلنا عبد الله منتصر التقى بالمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركه، زميلتنا مارينا امير التقت برئيس الشركه القابضه للمياه والصرف الصحي مهندس ممدوح رسلان، سالته على استعدادات الشركه لمواجهه السيول. عايزين نطمن ونعرف الشركه استعدت ازاي عشان المناطق اللي كانت بتتضرر كثيرا من الامطار ولدرجه تتصل لدرجه السيول، ازاي ممكن ان شاء الله تكون الدوله اشتغلت على هذه المناطق من منظور او من خلال المياه والصرف الصحي في هذا التقرير. الأرصاد الجوية بقى على احنا على طب في تنسيق كامل بيننا وبينهم، بيبقى هم بيبعتوا لنا النشرة الجوية، بيبقى عندنا التنبؤات بتاعتهم لمدة 3 ايام، بناء عليها بنقدر نعمل الخطط بتاعتنا بتاعه الطوارئ من رفع حاله الاستعداد. نحاول ان احنا نعمل تحليل ليها ونبتدي نقدر تقريبا كميات الميه، لان هم بيبقوا مقدرين كميات الميه واماكنها فين. بناء عليها بنبتدي نعمل الخطه بتاعتنا. الجهه الثانيه اللي عندنا المحافظات، مجالس المدن والاحياء والمحافظين، الساده المحافظين كلهم بيبقى في تنسيق كامل بيننا، بنقدر نعمل خطه للانتشار بالنسبه للمعدات دي، نغطي بيها المكان بكفاءة عالية. ترشيد استهلاك المياه من الحاجات المهمة جدا اللي لازم كلنا لازم نغير ثقافتنا كشعب حاليا دلوقتي مع ندرة المياه، ازاي نحافظ على نقطة المياه من خلال استخداماتنا ومن خلال تصرفاتنا اليومية. احنا عندنا الخطة بتنقسم إلى كذا جزء، جزء منها يختص بالتوعية بالنسبة للجمهور، بنعمل برامج للصيانة، ابتدينا نشتغل مع الهيئة العربية للتصنيع مع وزارة الإنتاج الحربي في تصنيع قطع موفرة. القطع الموفرة دي حاجات بتركب في الحنفية أو في الخلاط، بحيث إن هي بتسمح بكمية مية أقل ولكن بإحساس كمية نفس كمية المية المعتادة. الجيزة كانت فعلا عندها مشكلة في الفترة اللي فاتت، وده نتيجة إن نقص كمية المية مع الزيادات السكانية اللي تمت في المناطق العشوائية، وفعلا ابتدينا نحط خطط ومشروعات ليها. عندنا محطة جزيرة الدهب حوالي 160 ألف متر مكعب على مرحلتين، عندنا الحوامدية، عندنا أسيم، عندنا إمبابة، كل المحطات دي هتضيف أكتر من 300 ألف متر مكعب في الفترة اللي جاية. الجيزة فيها مشروعات بتتم للمية أكتر من 6 مليار. يمكن إحنا يمكن تسمعوا باتباعا دولة رئيس الوزراء في افتتاح محطة مية أو محطة صرف، وخصوصا في مناطق الصعيد. عندنا قروض ومنح ما يقرب من 60 مليار جنيه من خلال تنفيذ مشروعات للدلتا وجنوب الصعيد برضه. العداد اللي هو الدفع المسبق ده عبارة عن عداد وبيشتغل بالكارت زي بتاع الكهرباء. بعد ما بشحنه ببتدي احط الكارت بتاعي في العداد، يبتدي هو يقراه. بعد ما خد القراية، هو مثلا انا شحنته ب 100 جنيه او ب 50 جنيه، هو بيحول قيمة الفلوس دي الى عدد من الامطار متر مكعب. بعد كده عاملين احتياطات عشان العداد ما يقطعش فجائي، بمعنى العداد ما بيقطعش في ايام الاجازات، ما بيقطعش بعد ساعات العمل. الحاجه الثانيه ان العداد بيفصل اول مره، ولكن مجرد ما المواطن بيروح حاطط الكارت تاني بيبتدي يشتغل، وده بيعتبر الانذار الاول. هو بنحاسبه على نفس التعريفه اللي موجوده واللي بيحاسب بيها المواطن بالعدادات العاديه. فاحنا يعني احنا دلوقتي لغايه دلوقتي عاملين مناقصه بحوالي 250 الف عداد، ركبنا منهم 100 الف، وان شاء الله في خلال الفتره اللي جايه هنركب الباقي. ده تطبيق جديد، ده احنا لسه عاملينه ولسه يعني اطلقناه كتجربه، كان تحت التجربه حاليا دلوقتي، اللي هو الموبايل ابلكيشن، تطبيق الموبايل، لان لقينا بعض الناس كتيره بتعاني من توصيل الاتصال بال 125، ولو عنده اي شكوى بيبتدي يسجل الشكوى بالصوره
وبالانواع الشكاوي برضو احنا مسجلينها له وهو بيختار منها. بيرسل الشكوى دي مجرد ارسالها اللي عندنا المركز الرئيسي في الشركه القابضه، يوزعها على ال 25 شركه. احنا استخدمه في نقل بعض الرسائل. مثلا نفترض هيحصل عندي انقطاع في المياه في المنطقه في حي من الاحياء، ببتدي احنا عارفين اللي سجلوا لنا اسمائهم دول في الابلكيشن، ببعت لهم بقى لو هم مثلا منطقه الجيزه منطقه الدقي، ببعت له بقول له ان انا من الساعه 6 مثلا الصبح او من الساعه 12 بالليل لغايه 6 الصبح في انقطاع مياه نتيجه عمل صيانه، ولما بيحصل الاصلاح بقدر ابعت له رساله بقول له تم الاصلاح او تم ازاله الشكوى.